أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، سنلتقي وإياكم في هذه الحصة من مادة التربية الإسلامية مع درس من دروس السنة الثانية إعدادي، والذي يحمل عنوان حديث من يأخذ عني هؤلاء الكلمات، أو حديث من يأخذ عني خمس كلمات. هذا الدرس يدخل ضمن مدخل الحكمة، والحكمة يقصد بها إصلاح النفس وتهذيبها وفق توجيهات الشرع بما يرفع الفرد إلى مستوى الإيجابية والمبادرة بالأعمال الصالحة للتقرب من ربه سبحانه وتعالى، ولتعميم النفع وتجويد الأعمال وفق قيم الرحمة والتضامن والمبادرة. إذن أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، هذا الدرس يدخل ضمن هذا السياق وضمن هذا المجال، والذي هو مجال أو مدخل الحكمة. قبل أن ندخل في تفاصيل هذا الدرس، لا بد من التذكير بأهم الأهداف التي نتوخى تحقيقها من خلال إنجازنا لهذا الدرس. الهدف الأول: التعرف على الكلمات الخمس التي أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. الهدف الثاني: إدراك أهميتها في حياة المسلم. الهدف الثالث: الاهتداء إلى العمل بها لنيل رضا الله تعالى. إذن هذه الأهداف التي نريد تحقيقها إن شاء الله عز وجل بعد انتهائنا من هذا الدرس. عزيزاتي التلميذات، هذا الدرس قبل أن ندخل فيه لا بد من أن نربطه بالدرس السابق له، وذلك عن طريق طرح أسئلة موجهة حول الدرس السابق. هذه الأسئلة أقرأها عليكم وأترك الإجابة لكم، الإجابة عليها من خلال الدرس السابق. السؤال الأول: ما المقصود بالبيئة؟ السؤال الثاني: ما المقصود بالإحسان إلى الحيوان؟ السؤال الثالث: اذكر بعض آداب التعامل مع الحيوانات. السؤال الرابع: هل يجوز التفريق بين صغير الحيوان وأمه؟ إذن كما قلت لكم، الإجابة على هذه الأسئلة من خلال الدرس السابق، ما قرأتموه في الدرس السابق. التلاميذ، أعزائي التلميذات، ننتقل إلى الوضعية التي سننطلق منها. هذه الوضعية تقول: ذهبت رفقة أبيك إلى السوق، وبينما أنتما تتجولان أثار انتباهكما جشع رجل في بيعه وشرائه، يصيح بصوت مرتفع في السوق وينادي على الناس بأن يأخذوا من بضاعته، ولا يعير أي اهتمام للباعة الآخرين المجاورين له. فحاول والدك نصحه لكنه تجاهله ولم ينتبه لنصائحه ولم يعرها اهتماما، وتابع فعله هذا معتقدا أنه على صواب. وهذا التصرف دعاك إلى التفكر مليا في أهمية التحلي بالأخلاق الحسنة التي حثنا عليها ديننا الحنيف، ومن بين هذه الأخلاق الإحسان إلى الجار ومحبة الخير للناس والقناعة والرضا وغير ذلك من الأخلاق الحسنة الحميدة، التي سنتعرف على خمس منها في هذا الدرس.
هذا الدرس أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات يؤطره حديث نبوي شريف أو يبنى على حديث نبوي شريف، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: فقلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد خمسا وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه الإمام الترمذي في سننه في كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب من اتقى المحارم فهو أعبد الناس. مصدر هذا النص كما سمعتم أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات هو سنن الترمذي. فمن هو الإمام الترمذي؟ الإمام الترمذي هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، المولود سنة 299 وقيل 210 هجرية، والمتوفى سنة 79 و200 هجرية. كان رحمه الله من خواص تلامذة الإمام البخاري رحمه الله، شهد له العلماء بالعلم والحفظ والمعرفة والديانة والورع وغير ذلك، فهو إمام عظيم جليل محدث من المحدثين الكبار والمشهورين، ومن أشهر كتبه الكتاب المعروف سنن الترمذي الذي هو من الكتب الخمسة أو من من السنن، يعني سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، السنن الأربعة وليس الخمسة، نعم، من السنن الخمسة، من السنن الأربعة. التلاميذ عزيزتي التلميذات، أنتقل بكم إلى شرح الكلمات التي تحتاج إلى شرح في هذا النص. الكلمة الأولى هي الكلمات، قوله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات. الكلمات المقصود بها الوصايا، فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا سأل الصحابة من يأخذ وصاياه ويطبقها في حياته ويعلمها للناس. الكلمة الثانية التي تحتاج إلى شرح في هذا النص المحارم. المحارم هي كل ما حرم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. الكلمة الثالثة أو الجملة أو العبارة الثالثة: ارض بما قسم الله لك، أي اقنع بنصيبك من الدنيا. والمقصود بالغنى هنا في قوله صلى الله عليه وسلم تكون أغنى الناس، المقصود بذلك غنى النفس. العبارة الرابعة: أحسن إلى جارك، أي عليك أن تعامل جارك معاملة حسنة. العبارة الخامسة قوله صلى الله عليه وسلم تكون مؤمنة، أي كامل الإيمان. العبارة السادسة قوله صلى الله عليه وسلم وأحب للناس ما تحب لنفسك، أي أحب الخير للناس كما تحبه لنفسك. الكلمة الأخيرة في هذا النص تكون مسلمة، أي كامل الإسلام. إذن هذه أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات أهم العبارات والألفاظ التي تحتاج إلى شرح في هذا النص النبوي الشريف. ذلك أنتقل بكم إلى استخلاص المضامين والأحكام والقيم الواردة في هذا الحديث النبوي الشريف. هذا الحديث شجعنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم على العمل بمجموعة من الوصايا. هو أولا ابتدأه صلى الله عليه وسلم بقوله: من يأخذ، ومن هنا أداة استفهام، أداة استفهام. إذن بدأ بطرح السؤال: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات. إذن طرح هذا السؤال على الصحابة الكرام،
فبادر الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه إلى أخذ هذه الوصية، فقال: أنا يا رسول الله. أبو هريرة هذا الذي هو من الصحابة الكرام الملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين رووا عنه أكبر عدد من الأحاديث، فهو رضي الله عنه أخذ على نفسه هذا العهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: أنا يا رسول الله. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أو عد له 5 خصال ووجهه إلى العمل بها وإلى تبليغها للناس. إذن المضمون المناسب لهذا الحديث هو في الحديث الشريف تشجيع للمؤمنين على العمل بمجموعة من الوصايا والتوجيهات التي لخصها الرسول صلى الله عليه وسلم في 5 وصايا وتوجيهات عظيمة. أعزائي التلاميذ، أعزائي التلميذات، هذه الوصايا لا نستبق الأحداث، لم أتعرض عليها أثناء الشرح، لم أتعرض لها أثناء الشرح، لأننا في التحليل إن شاء الله سنقف بالتفصيل مع كل واحدة منها. هذا النص يمكن أن نستخلص منه أحكاما كثيرة، من بين هذه الأحكام وجوب اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعته، ومنها أيضا وجوب الابتعاد عن المحرمات، ووجوب الرضا بما قسم الله، ووجوب الإحسان إلى الجار، وتحريم الإكثار من الضحك، وغير ذلك من الأحكام التي نأخذها من هذا الحديث. أما القيم أيضا فهي قيم كثيرة، هناك قيمة التقوى، قيمة الرضا، قيمة الإحسان، قيمة المحبة. تلاميذ، عزيزات التلميذات، هذا الدرس يمكن أن نحلله من خلال محورين أساسيين. المحور الأول مفهوم الوصية مفهوم الوصية والكلمات الخمس ومعانيها. الوصية هي مجموعة من النصائح والأحكام تقدم من طرف حكيم ذي خبرة وتجارب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو ناصح لأمته ومبلغ لهم. إذن فوصاياه صلى الله عليه وسلم هي وصايا ناصح أمين لأمته عليه الصلاة والسلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وصى أمته بمجموعة من الوصايا ونصحهم وبين لهم كل شيء، بين لهم ما يحتاجون إليه في الدنيا والآخرة، بين لهم الحلال من الحرام، بين لهم الفرائض الواجبات، بين لهم الأخلاق الحسنة التي عليهم أن يتبعوها، وبين وحذرهم من الأخلاق الذميمة، إلى غير ذلك من الوصايا والنصائح التي نصح بها وبينها صلى الله عليه وآله وسلم لأمته. الكلمات الخمس التي وردت في هذا الحديث، أعزائي التلاميذ، أعزائي التلميذات، الكلمة الأولى أو الوصية الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. المحارم، اتقي بمعنى احذر، والمحارم هي كل ما حرم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. إذن فالذي يتقي المحارم يكون من أعبد الناس. وهنا حينما قال صلى الله عليه وسلم اتقي المحارم، هذا يدل في المقابل على فعل الأوامر والطاعات وعدم تركها، لأن الإنسان في تعبده لا يقتصر فقط على الابتعاد عن المحرمات، وإنما يبتعد عن المحرمات ويفعل الأوامر والواجبات والطاعات ولا يتركها أيضا. إذن قوله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس، جميع المحارم كيفما كان نوعها وكيفما كان شكلها وكيفما كانت درجتها، سواء كانت كبيرة وسواء أو كانت صغيرة، سواء كانت قولية أو كانت فعلية. إذن فجميع المحارم على الإنسان أن يبتعد عليها، ولكي يبتعد الإنسان عن هذه المحارم لا بد له من معرفتها أولا، من معرفة الحلال من الحرام. وفي هذا أيضا دعوة
للناس إلى التعلم، إلى طلب العلم وإلى المعرفة الواجبات والفرائض والحلال من الحرام وغير ذلك. لأن العلماء يقولون لا ينبغي لإنسان مسلم أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. هذه هي الوصية الأولى. الوصية الثانية الرضا بما قسم الله تعالى، فعلى المؤمن أن يرضى بما قسمه الله عز وجل له من الرزق والصحة وجميع النعم. فإذا رضي الإنسان بما قسم الله له فإنه يعيش مرتاحا، يعيش في راحة البال وفي اطمئنان. لكن إن لم يرزق الرضا بما قسم الله فإنه يعيش كأنه معذب في هذه الحياة، لا يشعر بالراحة ولا يشعر بالطمأنينة، ويبقى دائما يطمع إلى المزيد. حينما يرى غنيا يقول لماذا فلان غني وأنا فقير؟ إن ابتلاه الله عز وجل مثلا بمرض ورأى الأصحاء يقول لماذا الناس الآخرون أصحاء وأنا مريض؟ إن لم يعطي الله عز وجل مثلا الأولاد أو المال أو يقول لماذا فلان عنده مال وعنده أولاد وأنا لم أعط شيئا؟ فيظل هكذا دائما يتسخط وهو غير راض، ويعيش في ضنك ومشقة وتعب، ويعيش في تعب، في تعب نفسي. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى أن نرضى بما قسم الله تعالى لنا. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. إذا الغنى ليس المقصود به هو جمع الأموال بكثرة، أن يكون الإنسان عنده أكبر عدد من الأموال، أموال مختلفة من المختلفة المتنوعة من أراضي وحيوانات وسيارات وغير ذلك، لا، ليس هذا هو المقصود بالغنى. الغنى الحقيقي هو غنى النفس. قد يكون الشخص يملك المليارات ويملك الأموال الطائلة ولكنه فقير، فقير في قلبه وفقير في نفسه لأنه غير مرتاح. فلذلك الغنى الحقيقي هو غنى النفس. وبالعكس قد تجد الشخص لا يملك شيئا أو يملك أموالا قليلة ولكنه غني، لأن الله عز وجل أعطاه القناعة، فهو قنوع بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. يقول الحمد لله على ما أعطاني، الحمد لله على نعمه الكثيرة علي، ويرضى بذلك ويعيش مطمئنا مرتاحا. الوصية الثالثة أعزائي التلاميذ، أعزائي التلميذات، الإحسان إلى الجار. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي دائما بالإحسان إلى الجار. والله عز وجل أيضا في القرآن الكريم حثنا على الإحسان إلى الجار، أن يحسن الإنسان إلى جاره القريب منه في محل السكنة بكل ما يستطيع، أن يحسن إليه بكل ما يستطيع. والإحسان يقتضي أمورا كثيرة، أن يقدم له المعونة والمساعدة، ويقتضي أيضا كف الأذى عنه، أن لا يؤذيه لا بالقول ولا بالفعل. إذا كان ملاصقا له أو أسفل منه أو فوقه مثلا في السكنة فإنه عليه أن لا يؤذيه برفع الصوت مثلا أو بالضجيج أو بغير ذلك من الأمور التي تؤذي الجيران. إذن الإحسان إلى الجار يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن إلى جارك تكون مؤمنا، أي تكون كاملة الإيمان. الوصية الرابعة حب الخير للناس كما تحبه لنفسك. قال صلى الله عليه وسلم وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، بمعنى أن الإنسان كما يحب الخير لنفسه عليه أيضا أن يحب الخير للناس. وهذا يقتضي منه من الإنسان أن يبتعد عن الحسد والخداع والغش وغير ذلك من الأمور التي تدل على أن هذا الشخص لا يحب الآخرين. إذن فالحسود مثلا الذي يحسد غيره، الذي يحسد الناس على ما أعطاهم الله عز وجل من النعم، فهذا الشخص
لا يحب الخير لهم، لأنه يتمنى زوال النعم التي أعطاها الله عز وجل للآخرين، يتمنى أن تزول هذه النعم من يعني الآخرين، وأن يأخذها هو مثلا أو أن تزول عنه فقط. إذن فالحسود لا يحب الخير للناس، والخداع أيضا الذي يخدع الناس أو الذي يغش في المعاملات مثلا، فهذا أيضا لا يحب الخير للناس، الذي يطفف الكيل والميزان أو الذي يحتكر مثلا السلع أو الذي يعني يؤذي الناس بمختلف أنواع الإذايات، فهذا لا يحب الخير للناس. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على أن نحب الخير للناس كما نحبه لأنفسنا، لأن الإنسان لا يريد لأحد أن يحسده، ولا يريد لأحد أن يخدعه، ولا يريد لأحد أن يغشه. إذن فإذا كان لا يريد هذا لنفسه، فكذلك ينبغي أن لا يريده للآخرين، وأن يكره دائما وأن يكره ذلك الشيء الذي يكرهه لنفسه. إذن هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلمة، أي كاملة الإسلام. الوصية الخامسة التي وصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم: عدم الإكثار من الضحك. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى منهج الاعتدال في جميع الأمور، ويخبرنا أن هذا المنهج هو المنهج السليم، إن سلكه الإنسان في حياته يسلم. فالضحك الكثير قد يؤدي إلى ماذا؟ إلى إماتة القلب. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم الضحك، الإنسان مطلوب منه أن يبتسم، وأن إن كان هناك داعي للضحك يضحك، ولكن لا يكثر من ذلك، لا يكون تكون حياته كلها ضحك، ليله ونهاره دائما يضحك، لا. وعاقبة كثرة الضحك بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: تميت القلب، يميت القلب، فيصير قلب الإنسان ميتا. إذا كان الإنسان صاحب قلب ميت فإنه لا تنفعه المواعظ، ويصير هذا القلب قلبا قاسيا، يغفل عن الله وعن ذكر الله، ويغفل عن الصلاة، وربما يطغى هذا الإنسان ويرتكب أفعالا محرمة، ويقسو قلبه، ربما يعتدي على الناس، ربما يفعل أمورا كثيرة محرمة بسبب ماذا؟ بسبب كثرة الضحك. فلذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لا نكثر من الضحك، وبين لنا عاقبة ذلك في أن كثرة الضحك والمبالغة فيه تكون سببا في موت قلب الإنسان. المحور الثاني أعزائي التلاميذ، أعزائي التلميذات، الذي سنقف معه في هذا الدرس يتعلق بالعمل بهذه الكلمات والوصايا التي وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمات وهذه الوصايا قالها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل أبي هريرة، وأبو هريرة بلغها إلينا، بلغها من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغها إلى التابعين، والتابعون بلغوها إلى تابع التابعين، وهكذا. فهذه الوصايا يجب على كل من سمع بها أن يعمل بها، أن يعمل بها وأن يطبقها في حياته، وأن لا تبقى هكذا مجرد وصايا ومجرد كلمات الإنسان يقرأها ويحفظها ويفهمها، ولكن أثناء العمل لا يعمل بها، لا، ينبغي له أن يعمل بها وأن يبلغها إلى الناس أيضا ليعملوا بها. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في بداية هذا الحديث: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن، ديك أو كيقول بعض شراح الحديث بمعنى الواو، يعني مش هذا ليس عنده اختيار، ليس عنده اختيار أنه إما يعمل إما يتعلمها وإما يعمل بها، لا، يتعلمها ويعمل بها ويعلمها أيضا، فيعمل بهن ويعلمهن أيضا إلى الآخرين، إلى الناس، يبلغها
إلى الناس الآخرين من أجل العمل بها. وهذه الوصايا الجليلة اشتملت على علاقة على الأمور التي لها علاقة أو التي تربط الإنسان بربه، واشتملت على أمور لها تبين علاقة الإنسان بغيره وبنفسه أيضا. وهذا كله يؤكد لنا مدى أهمية هذه الوصايا الثمينة، ومن واجب كل إنسان مسلم العمل بها حتى يحظى بالفوز في الدنيا والآخرة. إذن فسبيل الرشاد وسبيل الفوز والنجاة يكمن في العمل بهذه الوصايا، فإنها وصايا جامعة لعلاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى ولعلاقة الإنسان بغيره. علاقة الإنسان بغيره من المخلوقات الآخرين، من الإنسان والحيوانات والبيئة وعناصرها وغير ذلك من الأمور. إذن فالإنسان إن طبق هذه الوصايا فإنه سيفوز فوزا كبيرا. إذن أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، هذه وصايا جليلة علينا أن نعمل بها وأن نطبقها جميعا في حياتنا. عسى الله أن ينفعنا بها وأن يوفقنا إلى ما فيه الخير والصلاح. تلاميذ، عزيزاتي التلميذات، بعد هذه الجولة القصيرة في مع هذا الدرس الشيق والقيم ومع هذه الوصايا النبوية الثمينة التي وصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثنا على العمل بها وتعليمها للناس وتبليغها لهم من أجل العمل بها، بعد هذا أنتقل بكم إلى التقويم الإجمالي عن طريق طرح مجموعة من الأسئلة عليكم. أقرأ عليكم هذه الأسئلة وأنتم تشاهدونها على الشاشة. هذه الأسئلة أترك لكم الإجابة. السؤال الأول: ما أهمية هذه الوصايا الخمس التي تعرفنا عليها؟ السؤال الثاني: ما هي سلبيات الإكثار من الضحك؟ أو ما هي عواقب الإكثار من الضحك؟ السؤال الثالث: ما هي العلاقات التي نظمتها أو نظمتها هذه الكلمات الخمس؟ إذن أترك الإجابة لكم. كل واحد يحاول أن يجيب عن هذه الأسئلة انطلاقا مما قرأه في هذا الدرس وانطلاقا مما سمعه. ومن وجد إشكالا في سؤال ما فعليه أن يعيد قراءة الدرس مرة أخرى ويعيد مراجعته، فآنئذ سيزول هذا الإشكال الذي حصل له. والله الموفق والهادي للصواب، وإلى فرصة قادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.